دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة. هذا وقال رئيس وزراء اليونان أن تحركات تركيا مؤخرا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية حكومة السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كانت استفزازا صارخا تجاه أوروبا. هذا كما اتهم تركيا بعدم احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفقات الهجرة في بحر إيجا، كما دعا أيضا إلى تقاسم أكثر عدلا لعبء المهاجرين في أوروبا.